حياكم الله، مساء رائع مفعم بالأمل. بعض الناس يرون الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا، وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبدا ويتساءلون لما لا. مقولة مؤثرة لبرنارد شو. حلقتنا فيها العديد من المواضيع الشيقة، أبدأها بإني أمسي على زميلاتي في جدة وعلى زميلتي في الرياض، خلود وجيهان ورنيم. مساء الخير عليكم. يسعد مساك يا هبة، ومساء مشاهدي روتانا خليجية بشكل عام وسيدتي بشكل خاص، حياكم الله بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي في كل يوم، وحلقة جديدة نقدم لكم كل ما هو منوع ومميز ومهم أيضا. وفي بداية الحلقة بعد تحية هبة اسمحوا لي أن أحيي زميلتي جيهان. يسعد مساك يا جيهان. مساء الخير خلود، كيف الحال؟ تمام، كيفك أنت؟ الحمد لله ممتازة. ممتازة طاقة؟ أنرجي؟ مرة. الله يستر. شايفة الأحمر ملعلع؟ عامل مشاكل. إن شاء الله ما في مشاكل. إن شاء الله. أنا بدوري كمان أمسي على هبة وأمسي على جمهور برنامج سيدتي. بعد قليل من جدة حنتكلم عن موضوع الخدم وتأثيرهم في حياتنا، ولكن بداية أنتقل إلى الرياض وأمسي على رنيم ونشوف إيش عندها مواضيع لليوم. رنيم مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومساء الخير على طبعا زميلاتي العزيزات. اليوم من الرياض نتعرف أكثر على تفاصيل اللقاء التوعوي الخامس للصحة المدرسية، وأكيد موضوع طبعا بهم جميع الأسر أو الأشخاص اللي لهم علاقة بالتعليم والمدارس. مشاهدينا الآن نرجع إلى هبة مرة ثانية وبقية فقرات سيدتي لليوم. شكرا لزميلاتي. يعني أنا حابة بس أتمنى أنه يكونوا إن شاء الله خلود وجيهان كلهم راحت منهم الإنفلونزا أو الفلو، صاروا كويسين. وإحنا مشاهدينا حابين نقول لكم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا على مواقعنا اللي بتظهر أمامكم على الشاشة، وكمان تقدروا تتابعوا حلقتنا مباشرة على الإنترنت عبر موقع روتانا خليجية. الآن حنتعرف على باقي فقرات حلقة اليوم. في سيدة اليوم، هل الحياة بلا خادمة أجمل؟ اختبارات القياس، صداع يؤرق الطلاب ويبدد أحلام الخريجين. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي دوت نت. صحتنا النفسية والتحديات المعاصرة، عنوان اللقاء التوعوي للصحة المدرسية. لوكس للجمال يكتشف مواهب وينميها. حنبدأ حلقتنا اليوم بموضوع الخادمات، حيث انطلقت حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبعض وسائل الإعلام حملت عنوان حياة بلا خادمة أجمل، تهدف لتوعية الأسر للاستغناء عن الخادمات. طبعا يعني يمكن هي تكون فكره عمليه لبعض الاشخاص وفكره غير عمليه للاخرين، لانه يعني اوقات في ناس عندها بيوت اكبر، اوقات ما بيكونوا عندهم اطفال متعاونين، او للاسف انه ما يعني عودوهم من البدايه على التنظيم. وكمان مع حياه المراه العامله اليوم الوضع شويه صعب، يعني في ناس مع وفي ناس ضد، وكمان في حوادث كثير حصلت للخادمات ومن الخادمات ادت لوفاه العديد من الاطفال او التحرش ببعض الخادمات وضربهم والعنف وجرائم قتل وسرقه وأنواع وأشكال الجرائم. خلينا نتعرف أكثر على هذا الموضوع وننتقل إلى زميلاتي في جدة. شكرا هبة، بالفعل هو الموضوع حساس جدا، والموضوع أنا شايفاه أنه هو من ناحيتين، يعني إحنا كمان بنسيء، في كثير من الناس بتسيء إلى الخادمات، وفي كمان الآن بعد يعني أصبحنا إحنا من غير حتى تروي بنستقبل ونستقدم مئات الألوف من جنسيات وثقافات مختلفة من غير ما حتى نعرف إيش أو ندقق في الباك جراوند حقهم. للأسف بيجونا بثقافات وبيجونا بعادات غريبة، وتحولت للأسف بعضها إلى جرائم شنيعة. بالضبط جيهان، هو بالفعل مشاهدي الكرام رغم كل هذه السلبيات اللي بنشوفها بوسائل الإعلام سواء المقرية المقروءة أو المرئية أو المسموعة، لكن هناك نستطيع أن نقول أنه في جانب إيجابي للخادمات، خصوصا مع المرأة العاملة اللي بتشتغل واللي عندها أولاد واللي عندها يعني الكثير من المشاغل، لابد من وجود خادمة في بعض الأحيان عشان عجلة الحياة اليومية تسير في كل يوم، وتقدر أنه هي تقدر تأمل الوقت لأطفالها لعملها وتنجح في حياتها اليومية. لكن ضيفتنا هذه المرة في الاستوديو عكست الآية، فهي ضد وجود الخادمات تماما في المنزل، وتعتبر أن الحياة من غير خادمة أجمل. خلينا نشوف التقرير. Thank you.
كل فعل ردة فعل، وهو ما حدث فعلا حين تناقلت وسائل الإعلام عدة أخبار مؤلمة عن جرائم بعض الخادمات، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور ومشكلة الهروب، مما دفع إعلامية سعودية لإطلاق حملة على موقع التواصل الاجتماعي عنوانها حياة بلا خادمة أجمل، هدفها وقف ابتزاز الخادمات وعدم الاعتماد على الخدم بهذا الشكل المبالغ فيه، حيث جاء في دراسة منشورة مؤخرا أن أكثر من 94% من مخالفات الخدم لا يتم إبلاغ الجهات الرسمية عنها. تفاعلا مع هذه الحملة حاولنا أن نقترب أكثر من واقع هذه العائلة السعودية لنلمس الفرق بين التجربة بالخادمة وبدون. بداية زواجنا يعني ما كان في أي إشكالية، أنا وهي لوحدنا كذا. بعد كده ما شاء الله مع يعني رزقنا بأطفال الأول والثاني، فبدأت المعاناة حقيقة. أنا كنت موظفة فول تايم، فما عندنا يعني ما في حضانات عندنا إنهم يستقبلوا أطفال طول فترة الدوام اللي هو فول تايم، فاضطريت أن أستعين بخادمة تجي في وقتها ما بتجي وأنا يكون عندي دوام. طب أنا حامل إيش؟ طب الأطفال يعني 10 سنين تقريبا، 10 سنين بدون خادمة، يعني فيها صعوبات ما نعترف لك يعني، ولكن يعني بتفاهم الزوجين أعتقد الصعوبات هذه يعني هتتحل إن شاء الله. يعني زميلاتي بيسألوني دائما بيقولوا لي كيف تقدر يعني كيف قادرة تعيشي بدون شغالة، بالذات يعني موظفة يعني، وكيف انك مثلا ترجع البيت مثلا يكون اولاد كركبوا البيت وكذا. الاولاد يعني تعودوا على نمط معين يعني، وكل واحد له مسؤوليه في البيت بالاضافه لي انا يعني، والحمد لله يعني ماشي الامور. ممكن من العنف، ممكن يعني ممكن تعمل اسهال، ممكن يعني انت ما تثق فيها، ممكن تكون يعني ممكن تعمل علاقات، ممكن يعني ممكن الاسره تتضرر يعني، ممكن يعني في بيوت كثيره اعرفها يعني بيوت اتهدت بسبب شغالة. رغم تفاوت الآراء بين مؤيد ومعارض، إلا أن الإجماع على قرار من هذا النوع وسط مشاغل السيدات بمتغيرات الحياة يبدو شبه مستحيل. لبرنامج سيدتي بشاير نجار، جدة. مشاهدينا، زي ما شفنا جاءت الآراء متباينة بين معارض وبين مؤيد لهذه الحملة. إيش بالضبط أهداف هذه الحملة؟ وهل فعلا لاقت قبول من الشارع والمجتمع السعودي؟ هنعرف كل هذه الإجابات من مطلقة الحملة الإعلامية القديرة أستاذة منال الهاجري الشريف. أهلا وسهلا بك في سيدتي. أهلا وسهلا بك أخت جيهان، وأهلا بك أخت هلود. أهلا وسهلا بكم، شرفتينا. أهلا بك حبيبتي منال. يعني أنت عملتي خطوة جريئة جدا، يعني دخلتي في نخاع أساس كل بيت سعودي. نعم. فحكيني أول شيء، ليش أنت بديتي بهذه الفكرة؟ إيش اللي ضاقك بالضبط؟ وهل فعلا منال استغنت عن الخادمة للأبد؟ الفكرة الحقيقة بدأت في أول جولاي اللي فات، يوليو وآخر شهر شعبان، وتزامنت مع الفترة التصحيح اللي أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين. وبالفعل وجدنا في كثير من العوائل قامت بتصحيح العمالة عندها ونقل الكفالات، لكن وجدت أنه فئة، وكان من ضمنها كانوا عندي أنا 3 في البيت، من ضمنها أنه في ناس ما تبغى تنقل كفالة. هذا أولا. ثانيا تبغى تستغل فترة رمضان عشان ترتفع الأجور. ثالثا متأكدين بتمديد الحملة قبل إطلاقها في وسائل الإعلام، لهذه الدرجة وصلت. هذا كان رقم واحد. رقم اثنين، عندما أكون أنا تحت رحمة خادمة. الخادمة ويرتبط وجودها بسعادتي وتعاستي، هنا لا لازم وقفة وننظر للموضوع من أول وجديد بجدية تامة ونعيد النظر في حياتنا. الحياة عندنا العامة، نمط المعيشي لدينا بيتكون من، أنا جاتني الفكرة أنه لابد الاستغناء. أنا طلبت مني 3000 ريال الطباخة فقط عشان تطبخ في رمضان، وهي كانت بتأخذ أساساً 2300 عشان بس رمضان، تعرف للطبيخ في الصيام. أيوة. وتبقى كمان أحد يساعدها، مو يكون بمفردها شغل الطبخ. قلت لها لا، قالت لي امشي. قلت لها امشي، مش حموت. ما هي نهايه العالم، في فول الغامدي واللي معاها بالضبط واللي معاها بالضبط
أخذت بعضها وخرجت، بقت عندي واحدة. إحنا أسرة ما شاء الله. ده قبل رمضان؟ هذا الكلام على أواخر شعبان. لها في رمضان. أيه. كلهم والله كلهم. أيه. وأنا ما شاء الله يعني أسرتي تتألف من 10 أفراد. تبارك الله. كلكم في بيت واحد. كلنا أيوه. فالثلاثة بيخدموا العشرة. عندي والدتي كبيرة في السن ومريضة. نعم. فأنا خليتها هذه يعني زي ما تقول للرعاية لأنه أنا إنسانة عاملة. وبالتالي دخلت المطبخ. دخلت المطبخ بعد أنا أقول لك كم سنة، أنا إنسانة أقولها صراحة أمام الناس، أنا لا أجيد الطبخ، أنا إعلامية طول النهار في المصدر ده وفي المشروع ده وفي ف يعني كان بالنسبة لي هذه الخطوة ما هي سهلة أبدا، إضافة بنات المبتعثات كانوا دوبهم واصلين جدة ها وكانوا يبغوا يعني وحشهم الأكل والطبخ لا والأكل والدلع كمان يعني خذي فاجأتهم الحقيقة الواقع المرير فلا شجعوني مشيت الثلاثة كلهم مشيت لا مشيت الاثنين ايوه واوريدي هم جدهم استغنوا هم اوريدي اشتغلوا على نفسهم برا وقالوا لي ماما احسن قرار وبداوا يساعدوا معي لما جيت افكر طبعا لما جيت افكر انه كيف اتعامل مع هذا الوضع ايش اسوي قلت ما دام انا اخطيت هذه الخطوه لازم ابلغ فيها الناس بالفعل كانوا افراد اسرتي يعني كلهم يعني جربتيها على نفسك أيوة. بعد ما نجحت أيوة. الافراد الاسره كلهم كانوا امام الاجهزه ها صاروا بيتشاركوا معايا ها صرنا في تواصل بيننا وبينهم اكثر من اول طيب الشيء الثاني الشعور بالمسؤوليه الشعور بقيمه الحياه احنا نفتقد الشعور بقيمه الحياه وقيمه المسؤوليه الشيء الثاني جميل اني انا لما اشوف اختي تعبانه اختها الثانيه تقوم بدالها في الشغل ده هذا احنا ما تعودنا يعني عليه تقولي انه توزيع الخطوة المهام هذه الخطوه قدرت تعمل كمان روابط بين افراد الاسره الواحده فده الشيء شجع الموضوع طيب تفضلي كمان. دعينا ننظر للطرف الاخر بالنسبه للخادمه انا لما بجيبها 24 ساعه طيب خلينا ننظر لها من الناحيه الانسانيه انا بستعبدها انا بمنعها حقها في الزواج في الانجاب بس استاذه منال هذا اختيارها انها تجي هي اختيارها لكن بامكانها انها تشتغل بالساعه لكن ما عندنا انظمه انها تخليها تشتغل بالساعه هي مربوطه معايا على مدى 24 ساعه وبالتالي ما عندها اي خيار اخر انا بحرمها انها تعيش حياتها الشيء الثاني الخدم اليوم ما هم زي خدم اول اللي خدم اليوم يبغوا زينا يعيشوا زينا يبغوا يستمتعوا بالحياه يبغوا يدخلوا تويتر ويتكلموا يبغوا يدخلوا فيسبوك يبغوا يكلموا اهلهم بالتانجو تفضلي انا حننتقل للامارات اعتقد انه زميلتنا هبه عندها سؤال ما هي قادره تبغى عندها تعليق ما هي قادره فعلا التعليق هبه ايش سؤالك مستعده للانطلاق كده في حلقك انا حاسه ايش تعليقك يا هبه استاذه منال يعني يمكن تجربه يعني نوعا ما مختلفه مش متعودين عليها في السعوديه بس انا اعتقد انها نوعا ما فيها يعني مش كثير عمليه يمكن في اهالي اطفالهم في اعمار صغيره فيحتاجوا يعني عندهم اطفال فيحتاج انه يكون في وحده في البيت دوامها ساعات طويله يعني يمكن الاعلاميه حسب عملها ممكن اوقات يكون عندها ساعات ليها بس في مثلا طبيبات في سيدات دوامهم تقريبا غالبيته خارج المنزل ضيوف بيجوا كثير فيمكن يعني صعب كثير تطبيقها انا يعني اشوف انه ممكن كمان يكون في اقتراح بما انه حضرتك يعني جربتي هذه التجربه ما عندنا يعني خادمات بالساعه فممكن هذه تكون فكره كويسه بعدين احنا تقريبا غالبيه دول الاستقدام قفلت يعني كل ما نسمع هذه البلد قفلت استقدام للسعوديه هذه البلد قفلت والمكاتب طبعا مشاكلها الدائمه مع انه المفروض على المبالغ الكبيره اللي بياخذوها انه يكون يعني في فتره تجريبيه ويلتزم المكتب انه يجيب يعني خادمه افضل يعني انا برايي انه تماما الاستغناء عن الخادمه للمراه العامله صعب بس ايش برايك في توصيات ممكن من خلال تجربتك تقترحيها على المسؤولين حتى يعني تطبق وتخلي التعامل مع الخادمه افضل مع انه ما في مانع انه هي تستخدم فيسبوك وتويتر وطول الوقت على يعني غالبيه الوقت على الجوال بس انه وقت العمل تكون مركزه يعني فايش رايك بافكار للتوصيات اولا هبه كيف حالك وحشتيني شكرا تسلمي ثانيا في خادمات بالساعات وانا الان برضو بقول لك اني انا بستقطبهم عندي والساعه من 20 ل 25 ريال ها موجودين الخادمات بالساعات الشيء اللي نفسي انا اناشد به المسؤولين واصحاب القرار انه لابد افتتاح حضانات يس
لابد في إرغام أماكن العمل إرغام الدوائر الحكومية والقطاع الخاص أن يكون هناك حضانة للأطفال، أنه يكون فيها عاملات يشرفوا عليهم سواء سعوديات أو غير سعوديات 8 ساعات 8 ساعات اللي بتشتغل فيها. على الأقل تكون جرائم القتل خفت، على الأقل أنا أحفظ أنا أحفظ بنتي أو ابني من أنه يكون مذبوح. يعني احنا الجرائم اللي احنا شفناها ما اعتقد انها ترضي اي احد، وبالتالي هذا السبب في ايه؟ انه تركنا الحبل على الغارق. لا معلش، حتى هدول اللي بتقترحي ان هم بالساعات، اوكي اجيب واحده بالساعه تنظف بيتي، بس تقعد مع بنتي او ولدي؟ لا لا طبعا، ما نهائيا. انا ارفض تماما ان تبقى الخادمه مع الطفل. تماما انت مش ضد فكره وجود خادمات تماما، انها تعيش، ولكن انت ضد انه هي تعيش معاكي، تجلس مع بنتك او ولدك في البيت لوحدهم وتربيهم. بيعرفوا اسرارنا يعني، لسه هذا بيعرفوا، بيدخلوا بين المراه وزوجها، ولما تمشي ممكن تفضح كل اسرار عندها. تخيلي احنا عندنا فوكس بوب، عندنا استطلاع راي. انا نفسي اسمع منال اكثر، بس يلا نطلع للاستطلاع الراي. نطلع استطلاع راي مشاهدي الكرام عشان نعرف اراء الناس في هذا الموضوع، عشان تردي عليهم مع او ضد. نشوفه سوا. والله الحمله تستحق انها تكون موجوده، وانا بصراحه اصلا ما عندي شغاله بالوقت الحالي، لانه انا بحس انه الشغاله بالبيت ضروره ومو ضروره. يعني اذا كانت المراه في بيتها وخصوصا ما بتعمل، مو ضروري يكون عندها شغاله وبصحتها وبعافيتها. هي حمله جيده بما انه هم بداوا يعملوا على الخادمات، انهم هم ويدوا اللي بالعمره واللي مشاردين واللي هذه يعني خطوه كويسه منهم، رائعه والله. والله احسن بالنسبه لي انا، والله يشتغل بدون خادمه، لانه طبعا انا ربت بيت يعني ماني شغاله، بس اللي بيشتغلوا مدرسات او موظفات ممكن ما يقدر يستغنى عليها. اكيد هي حمله ناجحه عشان بيصير لخبطه كثير، الشغالات رواتبهم يعني بيستغلونا، فلو احنا كلنا اتفقنا انه فين يعني طريقه انه احنا نستغنى عن الخدمات وكلنا حنسوي زي كده، اوكي. احنا شفنا التقرير مشاهدينا الكرام، وكان في ناس ارائهم مع وضد، ويعني كنا حابين نسمع منهم اكثر، لكن خلينا نسمع المفيد كمان اكثر واكثر مع ضيفتي في الاستوديو الاستاذه منال. ابغى اول شيء استاذه منك منال، ابغى تعليقك على اللي شفتيه في التقرير بمع وضد، والشيء الثاني اللي بوجهه نظري انت بتسبحي ضد التيار شويه، مش عشان مش انا معاكي كثير صح، مش عشان انا بصراحه مضمونا يعني جوايا انا معاكي، لانه فعلا انا صعب علي وحزنت على الاطفال اللي بينقتلوا كل يوم دول من غير ذنب، وبلس انه البلاوي اللي بنسمعها منهم واخبار الاسر اللي بتتسرب برا، لكن احنا بنشتغل احنا وانا معاكي بفكره انه تيجي شويه وتمشي، بس في ناس بيعتقد انه هذه فكره مش عمليه، مش يعني ما حد قضي بالغرض، لأن أنا بروح وباجي وا وا وا، وما احترامي أيضا للتوصيات. فتعليقك إذا سمحتي، والشيء الثاني كيف حيتأقلم السيدات على هذا الموضوع؟ أولا بالنسبة لل يعني حتيجي ردود أفعال، طبعا حيكونوا النساء ضد الفكرة، أو الغالبية العظمى من النساء ضد الفكرة، الرجال مؤيدين لأنهم بيفكروا في الصرف. طيب لكن دائما الرجال دائما تفكيره، لا انا ابدا بالرجل، صدقني انت لو بديت انك تشيل صحنك وكاستك وغسلتها وانت حتقوم مع الست سواء عامله او ربة بيت، اولادك حيقوموا، بنات واولاد حيقوموا يساعدوك. الشيء الثاني، وخلينا نتكلم بصراحه يا جماعه، احنا حاليا الان الدنيا في غلاء شديد، والغلاء المعيشي اعتقد انه سواء ايجارات سواء المواد الغذائيه يعني احنا في تصاعد، والكل بيشتكي، وتشوفي انت في تويتر حمله الرواتب وزياده الرواتب. طيب العامله هذه في البيت بتكلفك جدا اقتصاديا. منال هم ما بياخذوها كانه مجرد شيء عملي، هم بياخذوها كمان كلازم يكون في شغال، ده تراديشن، ده شيء ثقافي متوارث. العامله هي اذا انت بتديها 2000 او 1800، ليش في اوروبا ما بيعملوا انت شيء؟ انت بتكلفها وجودها في البيت كاكل وشرب ومعيشه وتخصيص مكان في البيت، انت بتكلفها 1000 ريال زياده، انت لازم تعمل حساب. احنا ناس ما بنخطط، واحنا ناس ما بنعمل ميزانيه طبيعي لنفسنا، وبالتالي طيب
انت يا اسره يا سعوديه ها او يا اسره اللي عندها العامله او الشغاله، طيب التقنيه موجوده في كل شيء، احنا ليه استخدمنا التقنيه بس في الجوالات وفي التواصل الاجتماعي؟ ايش تقصدي بالتقنيه؟ التقنيه الحديثه الالكترونيك المشينز الاشياء احنا ليش استخدمناها بس في الكمبيوتر ها وفي الاشياء الطباعه ومش عارف ايه، احنا ليه ما نستخدمها في البيت في تنظيف الارض في الجدران، في نستخدم القدور مثلا اللي هي بتحفظ القيمه الغذائيه لله، احنا بنجيب طباخات بيطبخوا لنا اكل يودينا المستشفى سواء مقالي سواء مدري، يعني انا اتناولت اللايف ستايل وبناكله وبناكله بنروح مستشفى ومبسوطين وبنرجع ما عندنا اي مشاكل وزياده السمنه وزياده وزياده وزياده. فانا بقول عفوا في نقطه مهمه اللي هي احيانا اللي بيعملوا اشياء اسحار واشياء غريبه والعياذ بالله وبيستخدموا، انا ما تطرقت لها لهذا هذا الموضوع لانه لم يحصل لكل بيت، انا بتكلم على نمط معيشي عام ها. ننظر لحياتنا، اكلنا، تواصلنا في البيت قبل التواصل الاجتماعي مع الوسائل الأخرى، ننظر لميزانيتنا هل هي تسمح ولا لا، بدل أجيب غسالة أفضل، أجيب نشاف أفضل يساعدني. والله منال أنا حركز على هذه النقطة بالذات، إن هو لايف ستايل، إحنا عودنا نفسنا على وجود الخدمات زي وجود السيارات زي وجود مقلط وزي وجود، يعني هي بالضبط كده. لكن إحنا لو عودنا نفسنا إن إحنا اللي نقوم ونسوي ونفعل، زي لو سافرنا واضطرينا إن إحنا نسافر مثلا وإن إحنا بنقوم وبنطبخ وبنسوي، لو قعدت أنا قعدت في أمريكا ثلاثة شهور أنا سنتين ورا بعض بالضبط من غير شغال، متعة فيها متعة جدا، وبقول ليش الأكل بيخلص بسرعة وليش بعرف أكوي بسرعة وكله بيخلص بسرعة، هي مو كذا، هي وبفلوس العاملة هذه سامحيني قطعت كلامك، بفلوس العاملة هذه ممكن تاخذي أولادك وتعلميهم في معهد ولا كي مهارة ها تثريهم مستقبلا أحسن من وجود خادمة تحقد عليك وتنتقم منك وتنظر لك لاني انا احط نفسي مكانها. يا جماعه احنا ما احنا من كوكب عاجي والله العظيم تخلص معانا الوقت، وطبعا انت لا يمل كلامك، الحمله رائعه واحنا ندعمك فيها از لايف ستايل مش منع من غير ما اقدم بدائل. وانا اشكر مره ثانيه وجودك معانا في سيرتي ان شاء الله يعني هي الاولى ومو الاخيره اكيد. موفقين يا رب. شكرا لك. مشاهدينا هذا فاصل مكملين بعده سيدتي، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أهلا بكم مجددا، نتابع حلقتنا مع أخبارنا لليوم من الصحافة السعودية. وافق مجلس الوزراء أمس على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل وتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسب السعودة. كما وافق على أن تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية. وترأس المجلس الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس يوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
أكدت المديرية العامة للجوازات أنها ستبدأ الأسبوع المقبل في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمعالجة أوضاع الأمهات الأجنبيات المتزوجات بسعوديين ومنحهن إقامة دائمة دون كفيل. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية محمد الجاسر أن الوكالة ليست صاحبة جهة الاختصاص في تنفيذ هذا القرار، إذ أن الأحوال المدنية تختص بالتجنيس والجنسية، والقرار لم ينص على تجنيس الأمهات الأجنبيات المتزوجات بسعوديين، وإنما بمعاملتهن معاملة السعودية من ناحية العلاج والدراسة والعمل فقط. أفاد تقرير صدر الأحد الماضي أن هناك دعوة لمنح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي قرضاً عقارياً في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان. وعن رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبد الله الأحمري تأكيده أن القطاع العقاري سيشهد طفرة حقيقية في قادم الشهور المقبلة بفعل القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان في الشهور الماضية، مركزا حديثه على قرار مجلس الشورى السعودي القاضي بمساواة المواطنة السعودية بالمواطن في الحصول على أرض وقرض. تدعو للتفاؤل. أول شيء لأنه الأم اللي طبعا متزوجة رجل سعودي وهي غير سعودية في النهاية يعني صارت مواطنة من أهل البلد، يعني في النهاية أولادها سعوديين، ونفس الشيء الأم السعودية اللي متزوجة غير سعودي أولادها وزوجها يعني يعتبروا من البلد، وفي ناس عاشت كثير في السعودية لسنوات طويلة وعاداتهم وتقاليدهم أصبحت من المجتمع السعودي يعني، فهذه خطوات عادلة وجميلة جدا يعني، الله يعطي العافية كل القائمين عليها. لكن موضوع القرض أنا مستغربة، يعني خطوة جميلة جدا بس القروض عندنا ما يعرف ليش بتتأخر، أوقات البنوك يعني أوقات بنك التسليف أو البنوك العادية ما بتلتزم بهذه القروض، بتكون في مماطلة، بيحتاج واسطة، يعني هذه قرارات، في قرارات غيرها كمان سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، أوقات من مجلس الشورى، أوقات من أكثر من جهة مختصة، بس المشكلة في التطبيق، هذه المشكلة الدائمة. خلينا نتفائل ونقول إن شاء الله هذه المرة يكون الوضع أفضل، لكن إن شاء الله ما يكون في بيروقراطية وتطويل للأمور أكثر. الآن من هذه الأخبار الجميلة حننتقل لأخبارنا المنوعة وفيها خبرين حنتعرف عليهم في هذه الجولة، نتابع. قام رجل أعمال سويدي باستثمار غير مسبوق بعد نجاحه في تحويل طائرة من نوع بوينغ 747 اشترها مؤخرا من شركة طيران أعلنت إفلاسها إلى فندق 5 نجوم. وتمكن المستثمر السويدي أوسكار دايفيس من تحويل الطائرة القديمة والتي توقفت عن العمل في الخدمة عام 2002 إلى فندق متميز وفخم مكون من 27 غرفة وجناحا فندقيا. وتم توفير كافة وسائل الرفاهية داخل غرف الفندق الذي أطلق عليه اسم جومبو ستاي، حيث زودت بأجهزة تلفاز مسطحة وشبكة إنترنت إضافة إلى بعض الإكسسوارات التقنية. الفندق المبتكر سيتخذ من منطقة مجاورة لمطار مدينة إيرلندا مقرا له. وذكر المالك السويدي أن غمرته القيادة ستكون الجناح الرئيس في فندقه الجديد، حيث توفر إطلالة بانورامية رائعة لمطار المدينة الجميلة. وحول التكلفة ذكرت وسائل الإعلام السويدية أن الأسعار تتراوح ما بين 50 يورو للغرف الصغيرة و 200 يورو لجناح قمرة القيادة الرئيس. نجحت فتاة تبلغ 26 من عمرها في خسارة 40 كيلوغراما من وزنها عبر تتبع مراحل فقدانها للوزن، وذلك بالتقاط صور شهرية توثق بها شكل جسمها ومراحل التغيير التي تمر بها. صور أموندا أثارت اهتمام 3 ملايين متابع بعد نشرها، معتبرين أنها وسيلة جدا مناسبة للتحفيز على خسارة الوزن طبعا بالإضافة إلى الحمية الغذائية. أموندا كلما نظرت إلى تغيير شكلها إلى الأفضل وبعد مقارنة الصور منذ بدأت الحمية الغذائية تجد نفسها مصرة على اتباع هذه الحمية حتى لا تعود إلى الوراء عندما كانت تعيش حياة غير صحية أبدا. يعني أول فكرة طبعا أو أول موضوع فكرة مبتكرة أنه الواحد يعني يحول طائرة إلى فندق، فكرة جميلة للأشخاص اللي يحبوا فكرة الطيران وعندهم إعجاب
بالطيران بشكل عام، لكن دليل هذا انه في انه الواحد ممكن يكون مبتكر من فكره بسيطه تجي في باله ويعمل منها بزنس. يعني البزنس في ناس كثير بداته من فكره بسيطه او حست انه في احتياج معين للناس او في انجذاب للناس لشيء مش موجود عندهم، فيكون الواحد يبتكر وفي نفس الوقت يعمل من خلاله بزنس يخدم نفسه ويخدم الاخرين. طبعا موضوع خساره الوزن يعني خطوه جميله منها انها خسرت، خطوه رائعه انها خسرت 40 كيلو في مده سنه، يمكن هو خسارة كبيرة، بس احنا دائما نقول انه في العديد من الأنظمة الغذائية اللي ممكن تخلي الشخص ينقص وزنه. انا ضد بصراحة الأنظمة اللي هي مثلا رجيم البروتين، رجيم الشوربة، رجيم يعني في انواع كثيرة، لانه هذه بتعتمد على نوع واحد من المواد الغذائية والجسم محتاج لجميع المواد الغذائية. اعتقد يعني الدايت او بالاصح نظام الحياة الناجح انه الواحد ياكل كميات اقل، يمارس رياضة اكثر، وياكل اكثر من وجبة في اليوم او اكثر من سناك. يعني وفي دول كثير في شرق اسيا بيعملوا هذا النظام انهم ياكلوا اكثر من مرة بس بنلاحظهم يعني بصحة كويسة. والحركة جدا مهمة، يعني كنا بنتكلم عن موضوع الخادمات انه الافضل ما نعتمد عليهم اعتماد كلي، فحلو الواحد يتحرك في بيته شوية بدل ما يقعد على الكنبة يطلع يتمشى قدام البيت. في العديد من الخطوات البسيطة اللي ممكن تخلينا نحافظ على رشاقتنا بشكل انه الدايت مش شيء صحي، لانه نظام الحياة الغذائي الصحي افضل من الدايت، والرياضة كمان مهمة. والفكرة اللي عملتها جميلة، لو عن الواحد لما يشوف جسمه في الصورة ويرجع يلاحظ انه نقص، هذا تشجيع وحافز كبير يعني، فهذه فكرة تعطي ايحاء جميل وكثير ناس طبقوها. طيب حننتقل الان من الاخبار العالمية الى اخبار المشاهير، وفيها عبد المجيد عبد الله يطلق ألبومه الجديد وغيرها من الأخبار المنوعة، نتابع. بعد طرحه أغنيته المنفردة يا عيونا كلمات الشاعر السعودي ساري وألحان أحمد الهرمي، يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لإصدار ألبوم جديد قارب على الانتهاء من تسجيله وتنفيذه بين استوديوهات القاهرة ودبي. يا عيونا يا عيونا يا عيونا تدمرني، الألبوم الجديد يحمل عنوان الخطايا وستطرحه روتانا في عيد الأضحى المبارك متضمناً 15 أغنية، ولن يتضمن الألبوم أي أغنية من الأعمال المنفردة التي طرحها في الفترة السابقة بعد ألبومه مليون خاطر الذي طرحه عام 2009، وسيحمل أكثر من عمل توقيع الشاعر ساري، ومن بين عناوين الأغنيات التي يضمها الألبوم تحياتي، وحيد، لتطلب، أنوع، إلى جانب أغنية الخطايا. سحرني بالوداد اللي سكنني وخلاني مثل ختم بيده، وانا طمع ودي لو يزيده. من اخبار الفنان عبد المجيد عبد الله الى اخبار الفنان عمرو دياب ننتقل، والذي قرر تاجيل حفلته التي كانت مقرره الجمعه المقبل في الساحل الشمالي للمره الثانيه. والله وهتك معنى الحياه كان حلم غالي، افرح يا قلبي وعيش. جاء في صفحة الهضبة الرسمية على فيسبوك يعتذر الفنان عمرو دياب عن عدم إحياء حفلة الجمعة في 13 من سبتمبر في الساحل الشمالي نظرا إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وسنوافيكم بالموعد الجديد في وقت لاحق. والليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا، الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا. ومن الأخبار الفنية إلى الأخبار العائلية مع الفنانة الإماراتية أحلام التي شاركت معجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالهدية التي تلقتها من حماتها والدة زوجها مبارك الهاجري. أما الهدية فكانت عبارة عن وجبة كبيرة من المعكرونة والسلطات. وكان تعليق أحلام على الصورة يعني أفداك حبيبي، الله لا يحرمني منك، وفديت أم مبارك الغالية، وصلت المعكرونة وخرب الدايت، الله لا يحرمني منك.
طبعا اخبار مميزه عن الفنانين. طبعا عبد المجيد عبد الله من اهم الفنانين السعوديين لكثير من الاجيال، وانا منهم اللي يعني تربيت على او بالاصح سمعت اغانيه من طفولتي، ولاحظ دائما صوته في الافضل، يعني اختياراته دائما مميزه ودائما من حسن لاحسن يعني. ويعني عمرو دياب في النهايه تاجيله للحفله كمان يمكن هذا شويه يزعج المتابعين له، بس في النهايه الاوضاع كمان السياسيه بتطغى على الكثير من حياه الفنانين، وكمان يعني حلو انهم يراعوا هذه الظروف. وبالنسبه لاحلام والاكل وحماتها، حلوه المغازله اللي بينها وبين حماتها، يعني طبعا الوحده لما تحب زوجها تحب والدته واخواته وعائلته كلها، بس لمسه جميله يعني منها لحماتها. مشاهدينا احنا فقراتنا لسه متابعه، فاصل ونعود بعده لتكمله فقرات سيدتي، كونوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، اختبارات القياس، صداع يؤرق الطلاب ويبدد أحلام الخريجين. أهلا بكم. قضية هذه الفقرة قضية مهمة وتشغل الكثير، على الرغم من مرور عدة أعوام على البدء في تطبيق امتحانات القياس والتقويم بالنسبة لبعض الطلاب، نجح وبامتياز هذا الامتحان في الإطاحة بأحلام بعض الطلاب في دخول الكليات الطبية والهندسية. هل الهدف منه أكاديمي نبيل أو للتعقيد أو للأهداف المادية؟ يعني في بعض الطلاب ما نجحوا في امتحانات القياس بينما نجحوا في جامعات أجنبية وحصلوا على درجات عالية، ففي نوع من مشكلة هنتعرف عليها أكثر وعلى باقي التفاصيل بعد التقرير عندما نتناقش مع ضيفنا في هذه الفقرة. القياس والقدرات تعود للواجهة من جديد مع بداية كل عام دراسي لتثير موجة من الجدل، على الرغم من مرور عدة أعوام على البدء في تطبيقه في السعودية، إلا أنه ما زال يشكل هاجسا لنسبة كبيرة من الطلاب والطالبات الذين يجب أن يتجاوزوا اختبارات معينة تكشف قابلية الطالب للتعلم. من الاختبارات الكويسة، بس أنه يعني أنا قد دخلت اختبار قبل كذا وما نجح طبعا، ويعني إن شاء الله يكون يعني في المرحلة أو التجربة الجاية تكون أحسن من اللي قبلها. بيعمل عوائق للطلاب والطالبات، أنا ضده جدا. فشل الاختبار، ما يعني زي صعب إنه خش الجامعة، كانوا يقولون لا تخش الجامعة. وفيما يرى البعض أن الاختبارات ضرورة لمعرفة المستويات الحقيقية للطلاب وكشف توجهاتهم المستقبلية، يرى آخرون أنه نجح وبامتياز في الإطاحة بأحلامهم في دخول الكليات الطبية والهندسية، كما ساهم في تقليص أعداد الراغبين في الدخول إلى التخصصات بعينها. هو مو كل الطلاب، في طلاب يكرهوا هذا الشيء، يعني مو عاجبهم الاختبار، بس فيه هو يحدد مستوى الطالب يعني خلال 12 سنة. طبعا لا أوافقها، ليه؟ لأنه كثير ناس، كثير بنات وشباب في مجتمعنا يعني رسبوا من هذه الأشياء وأنهم فشلوا كثير جدا. من جهة أخرى هناك من يرى بأن اختبارات قياس تحتاج إلى قياس بعد أن تحولت إلى أهداف ربحية من خلال المعاهد التي تقدم الدورات التأهيلية لهذه الاختبارات، إلا أن المسؤولين عن مركز قياس الوطني أكدوا بأن هناك تقييم ومراجعة مستمرة لكل تلك الصعوبات. لبرنامج سيدتي، بشائر نجار، جدة. أكثر
حول الموضوع بينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية دكتور فهد أبانمي، مدير إدارة تطبيق الاختبارات بالمركز الوطني للقياس والتقويم. أهلا بك دكتور فهد. أهلا وسهلا وحياك الله وحيا الأخوة المشاهدين ومشاهدات. أهلا فيك. يعني زي ما لاحظنا في التقرير، في الغالبية ضد هذا النوع من الامتحانات، وفي ناس بتقول أنه بيفضلوا، بس إحنا حنتعرف أكثر عن الهدف من هذا الاختبار وما هي رسالة المركز والمسؤوليات من خلال جوابك. طبعا اختبار القدرات يعني هو اختبار ليس جديد، يعني موجود في العالم بشكل كبير وفي أغلب دول العالم، وهو طبعا اختبار يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال والاستنتاج، يقيس يعني في مجالي اللغة العربية، في مجالات اللغة العربية والرياضيات، وهو طبعا يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو مع الطالب خلال السنوات أثناء دراسته وأثناء نموه في بيته وفي المدرسة، وهو يعني يقيس القدرات التي ليست قدرات تنشأ في لحظة معينة وتذاكر في لحظة معينة، وإنما تنشأ من خلال تعلم هذا الطالب أثناء دراسته أثناء عمله أثناء وجوده في البيت وفي مدرسته. استطرادا لكلامك دكتور فهد، استطرادا لكلامك حضرتك بتقول انه بيرجعوا من خلال يعني الامتحان ما بيعتمد على مهارات معينه، لا بيعتمد على التدريس اللي تعلمه قبل، بس ما بتلاحظ انه تدريسنا او تدريس المناهج في السعوديه غالبيتها بتعتمد على التلقين، ما فيها مثلا مهارات تقنيه، مهارات تعلم الطالب اكثر يعني الابتكار، تعلمه القياس، تعتمد على ذكائه الفعلي اكثر من الحفظ والتسميع في الامتحان؟ هذا طبعا قد يكون في مجمله صحيح، يعني هذا احنا نحس من خلال ابنائنا ومن خلال ما نراه في الاعلام وخلافه، يعني ان الغالبيه تعتمد على التلقين وعلى حفظ الطالب للمنهج، وهذا قد يكون في صحيح، وهذا ايضا دخول الاختبار القدرات العامه من قبل مركز الوطني للقياس والتقويم من اجل قياس هذه القدرات الموجوده عند الطالب، يعني الجامعات تريد ان تعلم الطالب عندما ياتي لها، تريد ان تعرف هل الطالب فعلا قادر على اكمال دراسته الجامعيه، هل هو يعني يتناسب مع التخصص العلمي اكثر او التخصص النظري اكثر، التخصص التطبيقي او التخصص الذي يحتاج الى حفظ. هذه الجامعات تريد يعني آلية معينة لتمييز هؤلاء الطلاب عن بعضهم البعض ومعرفة من هو أفضل من الآخر حتى يدخلوا في الجامعة. طيب استفسار على الكلام اللي حضرتك قلته الآن. حضرتك قلت أنه حتى الجامعة تتأكد إذا كان هذا الطالب عنده القدرة أنه يدرس فيها ويكمل ويتخرج. قبل هذا الامتحان كانت يعني الأمور يعني أسلم في الجامعات، وفي كثير طبعا من الدراسات وفي كثير من الطلاب ما نجحوا في امتحانات القياس وما جابوا الدرجات المطلوبة، بينما راحوا على جامعات أجنبية في الخارج في الابتعاث ونجحوا بتفوق. واحد منهم أخويا دخل امتحان القياس ما جاب درجة المطلوبة، راح على لندن ما شاء الله درس محاماة وعلوم سياسية وجاب درجات متفوقة مع أنه في الثانوية كان جايب 98. فهذه مش بس قصة يعني من عندي، لا، في كثير من الأشخاص عندهم نفس الموضوع. نبغى من حضرتك جواب على هذا يعني هذه النقطة. طبعا احنا نتكلم احنا في المجمل، يعني الحالات اللي ذكرتيها حضرتك يعني بالنسبة لأخوك هذا أكيد أنه صحيح ويوجد حالات موجودة، احنا لا ننكر هذا الشيء، لكن احنا نتكلم في الغالب، يعني الجامعات تريد أن تميز في الغالب، ليس عبارة عن حالات قد تكون استثنائية هنا وهناك. يعني جميع دول العالم الآن، يعني لما تروح نذهب في أمريكا الآن عندهم اختبار يسمى اختبار السات، أي واحد يتخرج من الثانوية العامة يطلبوا منه اختبار السات. تعرفين يا أختي الكريمة أن المدارس الثانوية عندنا مختلفة، يعني ممكن أنا أخذ 99 في مكان معين، قد يكون أخوك اللي أخذ 90 قد يكون أفضل مني لأنها أخذها في مدرسة أخرى قد تكون قوية قد تكون حريصة، والمدرسة اللي درست فيها أنا قد تكون يعني مدرسة متساهلة تعطي ملازم توزع درجات بأسلوب آخر. فلا بد أن يكون هناك آلية للعدل بين كل الطلاب أن يأخذوا اختبار موحد يقيسهم مع بعضهم البعض، وهذا كما ذكرت يعني موجود في العالم كله. اي كلام حضرتك صحيح انه في يعني انواع كثيره من هذه الامتحانات في العالم، هي مش بس قضيه اخوي، انا اعطيت مثال في كثير من الطلاب وفي الجرايد بتنزل قصصهم نفس المشكله، بس الشيء يعني
بما أنه في كثير من الانتقادات من الطلاب أنه هذه الأسئلة صعبة لدرجة بعض الأكاديميين والأساتذة بيشوفوا أنه ما فيها منطقية وفي تعقيد فيها لدرجة هم نفسهم كأكاديميين ما عندهم أجوبة عليها. هل برأيك ممكن يكون في تغيير لأسلوب الأسئلة؟ ممكن يكون في تحضير أفضل للطالب لهذا الموضوع حتى تكون النتائج الموجودة أفضل، أو يكون في بديل لهذا الامتحان؟ يعني مثلا في بريطانيا إذا الشخص ما جاب الدرجة المطلوبة في امتحان الآيلتس حتى يدخل على الجامعة سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، في بديل شيء اسمه بريسيشنال كورسز بيعطوها في الجامعة، بتكون نوعا ما أسهل، وفي نفس الوقت في كثير من الطلاب كملوا الماجستير وكملوا الدكتوراه مع هذا الامتحان. فهل برأيك إيش ممكن يكون في بديل حتى يستفيدوا منه الطلاب؟ وكمان إحنا محتاجين يعني مخرجات تعليمية أكثر، محتاجين طلاب أكثر معهم بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. الابتعاث ما قصر، بيبعد طلاب كثير، لكن في طلاب ظروفهم ما تسمح لهم إلا يدرسوا في البلد. إذا ما كان في عندهم هذه المساحة والاختيارات كيف حيقدروا يكملوا؟ فإيش برأيك الاقتراحات المفروض تكون في هذا المجال؟ طبعا ذكرت أنت كذا نقطة يعني حبذا إحنا نحاول نتكلم فيها. النقطة الأولى أول شيء أنها كثير من الطلاب متضايقين، طبعا اللي يظهر في الساحة دائما المتضايق، يعني الغالبية من الناس يعني مرتاحين من الاختبار، فعلا يميز الجيد من غير الجيد. أنا أتكلم في المجمل، يعني قد يكون هناك حالات موجودة هذاك موجود، لكن في الغالب الناس أنه وخاصة بالنسبة للجامعات ترى أنه فعلا ميز لهم الطلاب المتميزين عن الطلاب الغير متميزين. يعني لما تسأل الجامعة الآن كيف هناك علاقة بين المعدل التراكمي للطالب في الجامعة وما علاقته بالمعدل الثانوي، مثلا نسبة الطالب الثانوي، أو ما علاقته بالنسبة في اختبار التحصيل أو اختبار قدرات، نجد الجامعات كل جميعها تجمع أن العلاقة مع الاختبار التحصيلي أو اختبار القدرات العامة أكثر ارتباطا وقوة منه مع الثانوي، بحيث أنه قد يأتي طلاب معهم 99 و98 و97 في الثانوي لكن لا يكمل بالجامعة، لا يستطيع أن يكمل بسبب أنه أخذ على هذه الدرجة بمدارس قد تكون متساهلة، قد تكون مدارس يعني في أماكن قد تكون ما يكون في الاهتمام في التعليم بشكل جيد. يعني هذا طبعا اتكلم كما ذكرت يعني في المجمل. بالنسبه للتهيئه، يعني نحن في المركز الوطني حرصنا على موضوع ان تهيئ الطالب بحيث انه يحصل على تهيئه جيده للاختبار. ما في شك ان طريقه الاختبار قد تكون جديده على الطالب، طالب تعود على التلقين، تعود على بعض احيانا الحفظ، ولم يتعود على اسئله تكون نوعا ما فيها ذكاء شيئا ما، وفيها استنتاجات وتحليل واستدلال وخلافه، لم يتعود على هذا الاسلوب. نحن في المركز الوطني أنشأنا موقع يسمى موقع التهيئة أو التدريب للاختبار، بحيث الطالب يدخل لهذا الموقع في الإنترنت مجاني بدون أي مقابل، يتدرب على هذا الاختبار طوال الأيام طوال السنوات كما يريد، يعني أي وقت يريد صباحا أو مساء يدخل على هذا الموقع. الموقع يحتوي على ثلاث أشياء: مفاهيم عامة يشرح جميع المفاهيم اللي سوف تتم في الاختبار، سواء من ناحية القسم اللفظي أو من ناحية القسم الكمي، مثلا القسم الكمي يتكلم عن الرياضيات، عن التناسب والنسب، عن الزوايا وخلافه، واللفظي أيضا يتكلم كيف تفهم المقروء، كيف توازن بين الكلمات، كيف المقارنة بينهم وهكذا. ثم بعد ذلك هناك أيضا الأمثلة التدريبية، يعطيك أمثلة تدريبية بشكل كرتوني كأنه فيلم كرتون، يعطيك مثال ويخليك تجاوب، إذا ما لم تستطع أن تجاوب يعطيك تلميحات عشان تستطيع أن تجاوب، وهكذا. حتى في الأخير عندنا اختبارات تجريبية، ممكن الطالب يدخل اختبار مماثل لما هو موجود لديه في الاختبار سوف يدخله الطالب، وفي الأخير يحصل على نتيجة تقيم الطالب، يعرف مستواه هل أجاب بشكل جيد أو سيء. جميل. أين الأماكن النقاط أو الأسئلة التي أجاب فيها بشكل جيد، وأين الأسئلة التي أجاب فيها بشكل سيء. هذا الموقع أنا أتوقع لو دخله كثير من الطلاب سوف يستفيدون فائدة كبيرة جدا تغنيهم عن أي يعني قراءات أو دورات أو خلافه عنها في هذا الموضوع. دكتور فهد أبانمي مدير إدارة تطبيق الاختبارات بالمركز الوطني للقياس والتقييم، شكرا جزيلا لك. يعني مشاهدينا نعرف أنه في كثير ناس يعني قابلتهم بيعانوا من هذا الامتحان، شكرا طبعا للدكتور على صراحته وعلى تفسيراته ووضوحه معنا. بس يعني التحضير شيء مهم يعني للطالب، وأنه يتمرن على هذه النوع من الامتحانات. دائما امتحانات القياس في العالم تعتبر نوعا ما صعبة، يمكن عندنا بزيادة شوية،
يعني مخرجات التعليم كمان يبغى لها تتحسن أكثر، ما يكون في حفظ كثير في المناهج أكثر من فهم وتفكير. أوقات في الثانوية بناخذ حاجات معينة أولى ثانوي ونرجع نعيدها ثانية ثانوي ونرجع نعيدها ثالثة ثانوي، بس شوية زيادات بسيطة. فحلو يكون في تغيير للمناهج، لأنه الطلاب لما بيروحوا لبرنامج الابتعاث، برنامج ابتعاث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الله يحفظه، بيروحوا على هناك بيلاقوا في اختلاف تماما في الدراسة. يعني مثلا في دول كثير زي بريطانيا واسكتلندا بتعتمد أكثر على ثقة الطالب بنفسه، البحث، ما في شيء اسمه صح وفي شيء اسمه خطأ، في شيء اسمه ليش صح وليش خطأ حسب استنتاجات الطالب وتحليله قديش يكون منطقي ومقنع. فحلو يكون أسلوبنا في هذا الـ يعني في أهم شيء التعليم وتحديدا من صغر عمر الطلاب، حتى يخليهم لما يسافروا برا ما يتعبوا كثير ويكونوا وتكون الأمور أوضح بالنسبة لهم ويتفوقوا. هم ما شاء الله متفوقين يعني، الله يعطيهم العافية الشباب والبنات السعوديين يعني، بس يكون في تفوق أفضل. موضوع جيد، وإن شاء الله يكون في متابعة له بشكل أفضل. أتمنى التوفيق لكل الطلاب والطالبات إن شاء الله، وما أحد يترك دراسته حتى لو سقط في الامتحان، يرجع يحاول مرة ثانية. مشاهدينا فاصل ونعود، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي دوت نت. أهلا بكم، الآن وصلنا لفقرة السوشيال ميديا وحنتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي، وحنبدأ مع تويتر، واخترنا لكم أكثر هاشتاجين تداولا اليوم في السعودية. نتابع. من أكثر الهاشتاجات تداولا في السعودية اليوم هاشتاج أبسط أنواع السعادة، حيث ترى منيرة الفهد أن أبسط أنواع السعادة أن الناس كلها مداومة وانت بسابع نومة. أما مناير فترى السعادة في ضحكة أمي وأبوي، الله يخلي لي الابتسامة دائما على وجوههم ولا تفارقهم أبد. الهاشتاج الثاني المختار اليوم هو التسول بالسعودية. يقول فلاح المليح في الموضوع: التسول ما هو بس عند الإشارة، في تسول عند أبواب المعازيب، لا وبعد لابسين بشوت. أما نورا فتغرد: كلكم واللي إذا عطيتها يلزق فيك يقول ما تكفي، يعني وشلون نعطيك فلوسنا كلها؟ السعادة بتختلف من شخص للتاني، وأوقات في ناس حاجات بسيطة بتسعدهم، بس المهم الواحد يكون عنده رغبة أنه ينشر السعادة بين الآخرين. موضوع التسول طبعا يعني قضية يبغى لها فقرات، إن شاء الله نخصص لها فقرة أو أكثر من فقرة في برنامج سيدتي، لأنه التسول مشكلة كبيرة في عالمنا، وتحديدا الأشخاص اللي يعني قلبهم حنون وبيتعاطفوا كثير مع المتسول ويعطوه. يعني كلنا أكيد يعني بنحس أنه نبغى نساعد، بس المبلغ هذا اللي بنعطيه لهذا الشخص ما نعرف إيش بيسوي فيه. في عصابات كبيرة تدعم هذول المتسولين، وفي نفس الوقت بتشغلهم بطريقة غير قانونية. فالأفضل أن الواحد ما يعطي فلوس أو صدقة من باب أنه كسل يقوم يعطيها لشخص في الشارع، لا، أفضل أنه هو يروح يشوف جمعيات محتاجة هذا النوع من المساعدات، يشوف أسر حواليه أو من جيرانه أو من المقربين ليه، يعطي لهم الفلوس في المكان المناسب، أو يعطيهم أي شيء يبغى يتبرع فيه، أفضل من أنه نعطيها الناس مكسلين انهم يشتغلوا بصحتهم، او انهم لابسين حاجات بتبين ان رجولهم مش يعني انه فقدوا ساقهم او يدهم هم في الاخر. هذا الكلام كله مش صحيح. والشخص اللي عنده عزه نفس وفعلا يعني فقد جزء من اعضاء جسمه، ما اتوقع ابدا انه حيروح يتسول، لانه مؤمن انه ما دام في روح يقدر يكسب من تعبه من اي وظيفه، الا ما حيلاقي الوظيفه المناسبه. وفي ادله موجوده كثير في عالمنا. الآن حننتقل مع يوتيوب وفيديو رائع لولد أو للطفل بيغني مع والده، تابعوا العديد والملايين على هذا اللينك. خلينا نتابع ونرجع نتحاور. Yeah.
تنضم معنا فرح إبراهيم مسؤولة صفحة تويتر في سيدتي للحديث عن أبرز مواضيع اللي طرحها الموقع ولاقت تفاعل من المتابعين. أهلا فيك فرح. مرحبا هبة. أهلا فيك. فرح بعرف منك إيش أكثر المواضيع اللي ناقشوها المتابعين على صفحة فيسبوك. راح نبدأ أول شيء بمواضيع الموقع. أوكي. طبعا الأسبوع هذا حصلنا كثير تفاعل في عدة مواضيع، لكن اخترنا أبرزها اللي هي ثلاث مواضيع. الموضوع الأول اللي هو طبيب مختص في سيدتي يكشف عيوب 22 نجمة عربية، كان موضوع للزميلة ميرنا عباس، لاقى كثير تفاعل من الناس، خصوصا أن تعرف عيوب التجميلية قصدك ولا اللي هو كان يطلع الفروق بين العيوب التجميلية والعيوب الخلقية اللي فيهم أصلا، اللي مين عملت عمليات تجميل. أوكي. فكثير أثار الفضول عند الناس مثل ما احنا شايفين الآن على الشاشة. أوكي. عندنا الموضوع الثاني كانت في مجال الأزياء اللي هو 20 إطلالة حجاب عصرية. الحجاب أنيق ومحتشم وعصري بنفس الوقت، فحصل لإقبال كمان من القراء. الموضوع الثالث هو خبر عن جندي بريطاني سابق يعتنق الإسلام ويتزوج رجلا. طبعا هو تحول إلى امرأة، كان جندي سابق تحول لامرأة، اعتنق الإسلام تزوج رجلا. المثير في الموضوع أنه زوجه ما كان يعرف أنه هو تحول إلى أنه هو كان رجل تحول إلى امرأة. طبعا في كثير تفاصيل شيقة موجودة في نفس الموضوع، اللي حاب يدخل على موقع سيدتي نت ويقرأه. حلو. انا اعتقد الموضوع يعني مواضيع جميلة، يمكن موضوع الحجاب كمان حلو لانه في كثير سيدات يحبوا انه يكونوا يعني مبدعات في ازيائهم وما بيلاقوا اختيارات كثير في الاسواق، انه غالبيتها مفتوحة او الاقمشة تبعتها يعني ضيقة غير مناسبة، فحلو هذا الموضوع. موضوع هذا التحول شوية احسه هو غريب يعني ماني عارفة صراحة تفاصيل القصة، شكلي حقرأ الموضوع. طبعا ننتقل الحين الى اخبار الفيسبوك. الفيسبوك كمان كان عندنا كثير مواضيع تفاعلوا معها الناس، انا جدا يعجبوني اللي الفانز اللي على الفيسبوك لان التفاعل معهم سريع ويعطوك اراء ممتازه دقيقه. كمان الموضوع الاول كان بالصور، كان الموضوع للامهات، افكار جديده للاطفال حتى لا يملوا من سندويتش المدرسه. تعملي لياهم بابتكارات واشكال جديده. الحلو ان حتى القراء في الفيسبوك تفاعلوا معنا واضافوا لنا صور انهم عملوها لاطفالهم. تعرفي انا تعلمت الطبخ كله من الانترنت. صحيح. لانه فعلا والله يعني السيدات وغالبيتهم اتوقع اللي بيحطوا هذه الصور يعني من السعوديه وفي طبعا من بعض الدول العربيه زي مصر وكذا بيتفننوا في الطبخ، وبعدين الطريقه واضحه وبالصور وبالخطوات وبتحسيها كانها قاعده معك كاتبه انه هذه طريقه التقديم، سوري ما لحقت اخلص كل شيء لانه جوني ضيوف. فبالعكس الانترنت بيعلم حاجات كثير في الانترنت كمان على الفيديو على اليوتيوب معك الايباد وعلى اليوتيوب. في ناس تعلمت قصات، انا تعلمت كيف اربط الكرافات لجوزي لانه ما اعرف اربطها فتعلمتها من اليوتيوب. عندنا الموضوع الثاني الى المتزوجات حديثا او اللي على وجه زواج، اللي هو موديلات جميله وحديثه لخواتم السوليتير. اوكي. ايوه لانها دائما تقليديه بصراحه يعني. طبعا احنا طرحنا تساؤل انه لازم خاتم سوليتير اوكي ولا اوكي مقتنعه بالدبله الثانيه، لان الحين تشوفي اللي متزوجه حديثا او راح تتزوج تقول انه شرط خاتم سوليتير. أنا جاني خاتم سوليتير بس ما أحسه عملي، فأحب ألبس حاجة كده ناعمة أكثر يعني عارفة. بس إنه موجود في النهاية. لازم يكون موجود. أنا بالنسبة لازم يكون، بس يمكن يعني يحتاج أكثر يبتكروا في الخواتم تبعت الزواج يعني. مرة في واحدة صديقة أعرفها كانت عاملة الخاتم تبعها على شكل مربع وكان التصميم اللي فيه جميل، فحلو يكون في ابتكار شوية يعني، أو يكون في شيء معين تحسيه يربط بينك وبين زوجك في الخاتم يعني. صحيح. يعطي قيمة أكثر. عندنا مواضيع تويتر الآن، أكثر مواضيع داولوها الناس. طبعاً تويتر ما أعرف ليش مالين للكآبة شوي. لا. في المواضيع اللي تلفت انتباههم عندنا الموضوع الأول صراحة موضوع جداً محزن ومؤسف، اللي هي وفاة الطفلة روان في 8 من عمرها. تكلمنا عنه أمس في ليلة دخلتها أثر نزيف حاد، هذا حصل كثير تفاعل من تويتر، الناس كثير تعاطفت مع الموضوع. عندنا الموضوع الثاني 50,000 سعودي يتحدثون لغة تنطق ولا تكتب غير العربية. أيوة أنا قرأتها على فكرة، عائلة نسيت اللقب تبعهم المهير أو بن مهير حاجة كذا، مميز إن هم محافظين على لغتهم وفي نفس الوقت كمان محافظين على اللهجة السعودية يعني بيتكلموا بالاثنين، فحلو الواحد يحافظ على عادات زي كذا يعني. هم في نزلنا عنها خبر في مجلة سيدتي في الموقع كمان اللي حاب يطلع عليها. اللهجة اللغة تعود إلى قوم عاد فجدا قديمة يعني.
حلو الواحد يحافظ على حضارته بصراحة. صحيح. تاريخه. هذا كل اللي عندنا حق الفيسبوك وتويتر والموقع. إيش أكثر الموضوع اللي عملتوا عنه استطلاع وكان في آراء عليه؟ بس خلينا أول شيء يمكن نتابع الاستطلاع مع الشباب اللي كان عن موضوع مميز جدا. بعد ما نتابع الاستطلاع ونسمع الآراء هنرجع نتحاور. ما أيد الهجرة، وطبعا هنا بلدي فيها كل المميزات، بس الإنسان يحاول ويسعى، والصعوبات اللي حيلاقيها إذا هاجر نفس الشيء حيلاقيها، بس الإنسان يحاول يتخطى المصاعب. ما في شيء يجيك في يوم وليلة، يعني مع ويكفي أنك أنت مش بعيد عن أهلك، مش بعيد عن انتمائك وطنك، فإحنا لازم نكون في بلدنا ونحب بلدنا بمساوئها ومحاسنها. الهجرة ما أيدها، لأنه أحس أنه غربة بزيادة، فوق غربة دراسة غربة هجرة. لا، خارج السعودية ما أيد الهجرة نهائي. طيب إيش مميزات هنا؟ الاستقرار، الأمان، تحسي نفسك أنه هنا غير الدول الثانية، يعني هنا مرة راحة نفسية، مرة راحة. طبعا أنا ما أيد الهجرة خارج المملكة العربية السعودية لأسباب. طبعا أهم الأسباب أنه يعني تقريبا ثقافتنا يعني مختلفة تماما عن ثقافات البلدان المختلفة، أتكلم غير الخليجية طبعا، لأن يعني تقريبا إحنا ثقافة يعني نابعة عن ثقافة يعني اللي هو يعني زي ما أقول لك الأسر نفسها تكون متكاتفة أكثر، قريبة من بعض أكثر، بعكس الدول المختلفة يعني خصوصا دول الغرب. أنا يعني معهم أنه يطلعوا من البلد وبعدين ليعيشوا، أنه الشعب السعودي لازم أنه يختلط مع ناس تانين. عندي رأي في الموضوع، يعني طبعا الآراء كانت متفاوتة وجميلة، بس خليني أول شيء أسمع إيش كان أكثر نتائج الاستطلاع من خلالك. طبعا إحنا طرحنا في وقت سابق نفس الموضوع، استضفنا فيه ناس طرحوا آراءهم، فعلا مهاجرين إلى دول ممكن مجاورة إلى دبي أو إلى قطر. طرحنا الموضوع في التويتر، انصدمنا من كمية التفاعل، جانا تقريبا 5000 مشترك صوتوا على الموضوع. حلو. اللي هو هل تفكر بالهجرة أم لا؟ اللي ما هاجروا لسه هل تفكر فيها أو لا؟ والغالبية إيش كانت آرائهم؟ الغالبية كانت نعم. لا، والأسباب؟ الأسباب هي اللي رحنا دققنا فيها أكثر، ما قدرنا أن احنا مجرد كانت النسبة الأكبر اللي هي 37% كانت إلى انعدام الطموح العملي في بيئة العمل السعودية. السبب الثاني اللي 25% كان عدم الثقة في الشباب السعودي. السبب الثالث كان الفجوة الكبيرة بين سوق العمل السعودي وطالبي الوظيفة. طبعا احنا لاحظنا هنا ان اغلبها تتكلم عن العمل، لكن في التقرير اللي موجود في مجلة سيدتي كان كلمة البيئة او الحريات هي اكثر كلمة داولوها الناس. فاحنا هنا طرحنا سؤال على تويتر والفيسبوك، ايش هي الاشياء اللي انتم تحبوها في السعودية، وكيف تقنعوا اللي هاجر انهم يرجعوا السعوديه، خصوصا انها عقول احنا محتاجينها في البلد. صحيح، ويعني ناس عندها تجربه واسعه وعندهم افاده ممكن يفيدوا فيها البلد في مجال العمل. ايش كانت الاراء في هذا الموضوع؟ طبعا احنا طرحنا اول شيء على الفيسبوك. ما توقعت ان تجينا مثل هالردة الفعل. احنا كنا نبغى نتكلم مور عن العمل، عن الوظيفه، لكن جت عن الحياه ان هي امن وامان وفيها طبعا بلاد الحرمين وفيها الكعبة المشرفة، وكانت الناس تميل إلى الكفة هذه. على تويتر الكفة الدينية، قصدك الكفة الدينية وكفة الأمن والأمان، وإن ما في حروب وواوا. فتويتر تقريبا كانوا نفس الميل، كان النساء صوتهم أبرز. لو نقدر نشوف على الشاشة أبرز التغريدات اللي وصلتنا من تويتر، يسهل عليك اتخاذ القرارات فأنت لا تحتاج لاتخاذها، سيتخذون قرارك والمجتمع سيتخذ قرارات أهلك وأنت خليك متفرج. طبعا هنا تشوفين الغضب من أسلوب المعيشة. عندنا تغريدة ثانية، عبد العزيز يقول بين كل مطعم ومطعم مطاعم صغيرون. طبعا في تويتر لازم التنكيت يدخل في الموضوع. لا، خفة الدم السعودية صراحة تلطف الأجواء دائما في تويتر. يقول أتخيل أن بعد 1000 سنة مثلا علماء الآثار حيطلقوا علينا حضارة الرز العظيمة.
الرز بالكبسة. اي الرز هي الكبسة. لا هي الرز مش الكبسة، الكبسة هي الرز مع اللحم او الرز مع الدجاج. شكلك فرح مش فظيعة في الطبخ. هو مؤخرا بدينا نتعلم شوية. كويس كويس، إذا احتجت دروس كلميني. يعني جميلة الآراء طبعا. خلينا بس كمان نتابع أكثر. رندا تقول يعتبر أفضل مكان للرجل فهو بمثابة مصحة عقلية، يعامل فيها كالمجنون، تغفر جميع أخطائه ويعفى من واجباته وينعم بحريته. في غضب نسائي في الموضوع. أيوة أيوة واضح واضح. وآخر تويتر عندنا، عندنا جاسم يقول دولة يسودها الأمن والأمان وتنام وعينك مرتاحة ومطمنة والستر بكل مكان تلاقيه، شنو أحسن من هالأشياء؟ وهذا كان رأي الأغلبية. يعني صراحة حوار جميل والموضوع كان ملفت ومهم أنه يتناقش فيه، حتى الواحد كمان يعني يعرف الميزات في المعيشة ويعرف كمان السلبيات. إحنا فعلا بلد أمن وأمان والحمد لله، يعني بلاد الحرمين موجودة. كمان إحنا بلد معروفة بالكرم، يعني السعودية بلد أهلها معروفين بالكرم والحكومة معروفة بالكرم وبالقرارات الجميلة دائما والقرارات اللي هي في مصلحة البلد يعني. بس للأسف في بعض الأشخاص أوقات ما بيلاقوا فرص عمل يعني يستحقوها. أنا قابلت شخصيات كتير وسمعت وقرأت كتير عن شخصيات معها درجات عالية، مبدعين جدا من السعوديين والسعوديات، ما لقيوا الوظائف اللي يبغوها في السعودية ولقيوا وظائف أفضل في الخارج. فحرام هذه العقليات يعني الغرب يأخذها في الآخر، وإحنا محتاجينها في السعودية. صحيح. يعني حتى تتطور البلد أكثر. بس ليش يعني سألت ناس كتير منهم إنه ليش تفضلوا تروحوا للخارج؟ طيب معليش، حتى لو مو نفس المرتب بلدك في النهاية أعطتك. صحيح. لازم تعطيها ولازم إنه أنت تتحمل شوية شوية شوية، الناس حتعرف يعني حتعطيك يمكن على قد ما تستاهل. الموضوع مو مادي بس، بس للأسف إنه أوقات بيضايقوا من البيروقراطية، بيضايقوا من التنافس الغير شريف أوقات في العمل. يعني يمكن هذه أنا ما شفتها في الغرب. صحيح. تماما يعني أو ما بتكون موجودة بالشكل الموجود عندنا في العالم العربي. صحيح. موجودة بشكل أبسط، فبيضايقوا من الموضوع. وفي ناس تقول لك يعني الواحد بلده هي المكان اللي انولد فيه وتربى فيه، بس كمان المكان اللي اشتغل فيه ويعني بياكل منه يعني بيحصل منه على الفلوس وكده ولقمة عيشه يعني. ف يعني لو يكون كمان في مجال أكتر كمان، ما أدري فرح إيش رأيك، إنه يكون في تسليط للضوء على الناس المبدعين في السعودية. في كثير مخترعين ومخترعات أنا بلاحظ إنهم بيتكرموا في الخارج أكتر ما بيتكرموا هنا، بيلاقوا وظائف أهم وأكبر هناك، بيلاقوا مرتبات أكبر ما بيلاقوها في البلد يعني. وجميل إنه الواحد يعني يحصل على حقوق يستاهلها بعد تعب بعد إبداع. مش كل شخص مبدع يعني. كمان عندنا إيش رأيك؟ والله هبة أنا بعطيك مثال بسيط يختصر كلامك كله من شخصية حقيقية واقعية. تخرج من لندن بماستر، حصل له وظيفة في لندن مرتب جدا عالي، رجع السعودية حصل له عرض ب7000 ريال. فكان هذا كثير حالات كذا، فتحطيم إلى حتى له هو نفسه، هو عنده هناك قيمة، عنده ممكن يعطي أكثر، الناس تحسب حسابه أكثر. صحيح. والفتيات كمان يعني بتلاحظي إنه بعضهم لما بيسافروا للخارج أو حتى لدول الخليج، يعني هي دول الخليج دول مسلمة عندها نفس العادات والتقاليد نوعا ما يعني، بس إنه العادات والتقاليد ما هي قضيتنا، أهم شيء الدين يعني إنه بلد مسلمة في النهاية عايشين فيها، بيلاقوا حريات ما بيلاقوها مثلا، يعني زي قيادة السيارة، زي يعني صعب إنه الوحدة تكون سيدة ناجحة وعندها العديد من الأعمال، تستنى السواق متى يجي، والسواق طفش، والسواق سافر، والسواق ما يبغى يشتغل. صحيح. ولا عشان تخلص أوراقها محتاجة أحد يكون معاها، ولا عشان تسافر محتاجة تصري. يعني هذه إجراءات كمان نوعا ما تعقد إنه الشخص يكون يعني عنده عملية أكثر. مع إنه في ناس عندنا في المجتمع كتير بتدعم المرأة، بس أوقات بعض الأمور يبغى لها يمكن يعني أنها تتضبط أكثر عشان المرأة والرجل يلاقوا حقوقهم بالتساوي، زي هذيك اللي كانت على تويتر بتقول إنه للرجل فقط يعني. فإن شاء الله يكون للرجل والمرأة، ما يكون بس مجتمع ذكوري. صحيح. شكرا لوجودك فرح. شكرا يعني هبا. صراحة أفدتينا بالمعلومات هذه. أنا كمان استفدت منك كثير حبيبتي. شكرا. وشكرا للي بيتواصلوا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على البرنامج وعلى مجلة سيدتي. فاصل قصير ونتابع بعده باقي فقراتنا، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، صحتنا النفسية والتحديات المعاصرة، عنوان اللقاء التوعوي للصحة المدرسية. سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله فعاليات اللقاء التوعوي الخامس للصحة المدرسية، واللي حمل عنوان
صحتنا النفسية والتحديات المعاصرة. حتى نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وعن فعاليات اللقاء حنتقل إلى زميلتي من الرياض رنيم. مساء الخير رنيم. أولا سلوك نفسي بلامس جميع أفراد الأسرة، بيأثر في جميع أفراد الأسرة، وأيضا التحديات اللي نواجهها حاليا في حياتنا المعاصرة في مجتمع مليء بالتغيرات والتطورات، وكلها طبعا تؤثر سواء على نفسية الطفل أو على نفسية المدرس. لكن شو رأيك طبعا إحنا والمشاهدين نتابع تقرير التالي ونرجع ونكمل حوارنا. وزارة التربية والتعليم انطلق صباح أمس اللقاء التوعوي الخامس للصحة النفسية في فندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض. كان حفل الافتتاح بحضور العديد من الشخصيات التربوية والأكاديمية من مختلف المجالات. نحن كرجال أمن عضو مهم جدا للمشاركة في علاج مثل هذه الظواهر والمشاكل، وبالتنسيق مع العاملين في مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك فهد الأمنية وتوجيه سعادة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، التقينا بهذا الملتقى وشاركنا بمحاضرة كانت تتحدث عن الظواهر السلبية في مجتمعاتنا، ولله الحمد كان العدد جيد وكان الحضور متفاعل جدا، وحنا بس فقط نطالب بأن تتجدد مثل هذه اللقاءات والتواصل مع العاملين في مجال التربية والتعليم، لأن التواصل معهم هو تواصل على ضبط سلوكيات المجتمع وانضباطه، لأن رجل التربية والتعليم هو الرجل الأول حقيقة في حصانة شبابنا من أي آفة تمسهم وتضر بمجتمعنا الغالي ووطننا الحبيب. تشكل قضايا الشباب الجزء الأكبر من قضايا المجتمعات المعاصرة، فهي بالتالي تستأثر اهتمام المربيين والقائمين على التعليم. هذا اللقاء ضمن عدد من الفعاليات التي تقيمها الصحة المدرسية في سبيل إيصال رسالتها للميدان التربوي، سواء اللي يستفيد منها أخيراً أو لعادة ما يستفيد منها أخيراً هو الطالب. لقاءنا اليوم يعني متكون من 3 أيام كلها تتحدث عن مشاكل والتحديات النفسية المعاصرة. بإذن الله اليوم الأول سيكون عبارة عن محاضرات، اليوم الثاني عبارة عن محاضرات، اليوم الثالث بإذن واحد أحد سيكون هناك ورش عمل موزعة على 3 ورشات أو 4 ورشات عمل، كل واحدة مدتها 2 ساعة، بيشارك فيها عدد من الأخصائيين النفسيين من الميدان التربوي كمرشدين طلابيين، نحاول من خلالها يعني إلقاء الضوء وإيجاد حلول لعدد من القضايا التدريبية وعدد من قضايا الاكتشاف المبكر بالنسبة للمشاكل النفسية في الميدان التربوي والتعامل مع هذه المشاكل بشكل علمي مقنس يفيدنا الطلاب بإذن واحد أحد في الأخير. أخيرا بيّنت الدراسات وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الانحراف في أوساط الطلاب وبين طبيعة البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، فهذه العوامل تؤثر في تكوين أنماط السلوك واتجاهات الفكر للغالبية العظمى من الطلاب. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور سليمان الشهري مدير عام الصحة المدرسية في المملكة. لكن مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. شو رأيك نرجع الهبة وهبة ايش سؤال اليوم؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. طبعا يعني هذه النوع من الملتقيات أو من المحاضرات مهمة جدا ومفيدة، يعني حلو يكون فيها دور للطلاب حتى يحضروا ويسمعوا، بس ما بتعتقد برأيك أنه في بعض الأساتذة وبعض الأكاديميين محتاجين أنه
يعني يتلقوا دورات من نوع مختلف، لأنه أوقات بيعرضوا الطلاب لعنف جسدي، يمكن قل الآن مع القوانين والعقوبات، بس عنف لفظي أوقات بيكون في تحطيم للطالب، أوقات يعني في أمور كمان بتزعج الطلاب. فهل في نوع من المتابعة بعدين بعد هذه الحوارات المهمة للخطوات اللي بيعملوها الأساتذة فيما بعد؟ شكرا لكم وبالتوفيق. شكرا هبة. إذا بالفعل دكتور، بداية مساء الخير. مساء الخير. يعني مساء مثل ما ذكرت هبة، يعني هل هذه اللقاءات أو هذه المؤتمرات موجهة فقط للطلاب أم للطلاب والمدرسين؟ لأن اسمح لي، يعني بعض الحالات يكون المسبب الأساسي في المشكلة أو اللي يعقد الطلاب هو الأستاذ. وهل في أيضا متابعة لمثل هذه اللقاءات أو الحالات اللي تحصل في المدارس؟ سؤال جميل جدا لبداية اللقاء. ويعني الحقيقة مثل هذه اللقاءات هي المستهدف فيها المعلمين والمرشدين الطلابيين والمرشدين الصحيين، واللي هم يتعاملون مع قضايا الطلاب والطالبات في القضايا الصحة النفسية. نتأمل أنه هذه اللقاءات هي قضية تنويرية إضافة إلى تدريب قصير من خلال الورش العمل، بحيث أنه يكون هناك بعض المهارات اللي ممكن أنه تضاف إلى حصيلة المعلم وحصيلة المرشد الصحي أو المرشد الطلابي، اللي تنور له طريقه في التعامل مع الطلاب اللي يعانون من مشكلات نفسية ومشكلات سلوكية. نعم، وهذه نوعية من اللقاءات دكتور موجهة بشكل يعني للمدارس الخاصة والحكومية أم فقط للقطاع الحكومي؟ لا، هو طبعا وزارة التربية والتعليم عندما تضع مثل هذه اللقاءات تضعها مفتوحة للجميع، للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية، وبحيث أنه كل الطلاب يستفيدون من نتاج مثل هذه اللقاءات. نحن ليست موجهة مباشرة للطلاب، إنما موجهة لمعلميهم ومرشديهم الطلابيين والصحيين حتى يتعاملوا بمثل الظواهر. نعم، يعني إذا أنا أتذكر أيام المدرسة، مو خريجة قديمة أنا يعني من كم سنة بس، لكن أذكر أنها كانت مثلا على مستوى سيدة لطيفة، ممكن تسأل البنات عن أخباركم إلى آخره. بعض الحالات أتذكر كان يعني توجه فيها الطالبات في حال مثلا وجود لا سمح الله مشاكل أسرية، حالات طلاق أو حالات وفاة لا سمح الله. لكن حاليا اللود أو الثقل على المشرفين التربويين أكبر، حاليا مشاكل نفسية أكبر، مشاكل اجتماعية، بعض الأطفال مثلا وصلوا إلى مرحلة عندهم نوع من التوحد أو الانفصال عن المجتمع بسبب الأجهزة الإلكترونية الحديثة، أو مثلا عنف لفظي من قبل الأخ الأكبر وغيرها من المشكلات. الحمل عليكم صار أكبر دكتور، هل يوجد مثلا لنقل نص أو أسلوب معين تتعاملوا فيه مع الطلاب، مرجع بالأصح؟ هو ما في شك وزارة التربية والتعليم يعني استشعرت حاجة الميدان إلى دليل إرشادي للعاملين في هذا المجال فيما يتعلق بالصحة النفسية للطلاب في المدارس. فشكلت لجنة عليا تقريبا قبل عامين، ومن كل القطاعات داخل وزارة التربية والتعليم ذات العلاقة، التوجيه والإرشاد، الصحة المدرسية، الإدارة العامة أو الأمانة العامة للتعليم الخاص، بالإضافة إلى الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة، وكون فرق الحقيقة عمل لإعداد دليل، لأنه موجود الحقيقة كان موجود أدلة عمل مختلفة. الإرشاد والتوجيه كان لهم دليل للتعامل مع هذه الحالات، الأمانة العامة للتربية الخاصة كان عندهم، الصحة المدرسية كان عندها، وزارة الصحة أيضا لها، الصحة النفسية لها بعض الأدلة. فحاولنا أو حاولت هذه اللجنة أن تجمع كل شتات هذه الأدلة وتجمعها في دليل واحد، بحيث أنه لما أولا توحيد المفاهيم، والنقطة الثانية هي أن يعرف كل
يعني شخص يهتم بجزئية من صحة الطالب النفسية، يعرف ماذا يعمل الآخرون. نعم، مثل ما ذكرت يعني هذا الدليل يدرس للمعلمين، موجه للمعلمين. هذا موجه للمعلمين، موجه للمرشدين وللعاملين في الصحة المدرسية والعاملين في المراكز الصحية في وزارة الصحة. نعم، اللقاء لهذا العام كان تحت عنوان صحتنا النفسية والتحديات المعاصرة. حدثنا عن أهم النقاط أو المواضيع اللي ناقشتوها خلال هذا اللقاء. اللقاء هي هذا اللقاء الخامس، وكل لقاء يركز فيه على مواضيع مهمة. السنة هذه تم التركيز على قضايا مهمة، الظواهر السلوكية المنتشرة بين الطلاب أو الطالبات، قضايا تتعلق بمواجهة هذه القضايا السلوكية، كيف ممكن للمعلم أو المرشد أن يواجه هذه، يكتشف أولا هذه الظواهر، ومن ثم كيف يتعامل معها، وكيف يعني يكتشف أو يعني الطلاب اللي يحتاجون إلى تدخل متخصصين، سواء كان على مستوى المراكز الصحية أو على مستوى المستشفيات. دكتور سليمان الشهري، مدير عام الصحة المدرسية في المملكة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، طبعا التربية هي مسؤولية مشتركة من قبل الأسرة، من قبل أفراد المجتمع العاديين، من قبل طبعا المسؤولين، لا تقتصر على شخص معين، يعني حتى الشخص اللي بالشارع له الحق في توجيه في حال يعني وجد تصرف خاطئ ضمن الإطار طبعا المقبول اجتماعيا. لكن طبعا نشكر الدكتور وعساكم القوة. شكرا جزيلا. ومشاهدينا طبعا سيدتي مستمر، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. بكم من جديد. فقرتنا التالية مع الموضة ونصائح لتتألقي كأبرز المشاهير من موقع سكر.com. نتابع. في أزياء المشاهير لهذا اليوم لدينا ديبورا ماسينج مع إحدى إطلالاتها الشهيرة بتصاميم كلاسيكية أنوثية تواكب أحدث صيحات الموضة. سيري على خطاها في الأناقة وارتدي فستانا يصل حتى الركبة باللون الوردي مثل هذا الفستان من كولوزيت. طول هذا الفستان يجعله مناسبا للعمل، كما يمكنك ارتداؤه إلى العشاء في إحدى الأمسيات. أما لوني الوردي فسيضفي لمسة من الأناقة والجمال على إطلالتك دون أي تكلف زائد. الآن وقد تحدثنا عن الفستان، دعينا نختار الإكسسوار المناسب والذي سيزيدك رونقا. بما أننا اخترنا الطلة البسيطة دون تكلف، يجب اختيار لون واحد والتمسك به. إذن ننصحك باختيار حذاء أسود بكعب عالي من الطراز المفتوح عند الأصابع مع لمسات ظريفة مثل هذا الحذاء. أما بخصوص الحقيبة فاختاري حقيبة يد كلاسيكية ذات سلسلة، ولتختمي إطلالتك أضيفي ساعة أنيقة وسوارا لتكوني بكامل أناقتك. سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية. بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يومياً بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. نتابع مع الأناقة والأزياء ونصائح كيف تختارين فستان سهرة مناسب.
كنا تريدين أن تكون متألقة في حفلات السهرة، لذا يجب اقتناء الأفضل، ولكن انتبهي، ليس كل فستان يناسبك، فيجب عليك أن تأخذي طبيعة مناسبة بعين الاعتبار. فإذا كنت مدعوة إلى حفل عشاء رسمي، اختاري فستان سهرة بسيط وتجنبي أن يكون فوق الركبة. وإذا كنت مدعوة على عشاء رومانسي، اختاري فستان سهرة جذاب طويل أو قصير، ولا بأس إن اقتنيت فوقه جاكيت لامع. ثانياً، يجب اختيار اللون الذي يناسبك، فعليك أن توازني بين لون الفستان ولون بشرتك، لأن بعض الألوان تجعل البشرة تبدو باهتة وشاحبة، وبعضها يجعل البشرة تبدو أكثر سمارة. وأفضل طريقة لاختيار الفستان هو القياس واللباس من استشارة أصدقائك. كذلك يجب أن تأخذي بعين الاعتبار نوع القماش، فقد يعجبك لون وقصة فستان معين لكنه من قماش سيء، لذا ننصحك بدفع مبلغا إضافيا لشراء فستان ذو قماش فاخر. هذا ويجب مراعاة شكل جسمك، فقد يكون الفستان جميلا ومناسبا لسهرتك ولون بشرتك، لكنه لا يتماشى أبدا مع شكل جسمك، فاحرصي على انتقاء ما يناسبك. فإذا كان شكل جسمك كالتفاحة، فعليك اختبار الأقمشة الناعمة وتجنب الفساتين الفضفاضة والمتهدلة، لأنها تجعلك تبدين بدينة. أما إذا كان شكل جسمك كمثلث، فابحثي عن فساتين ذات تنانير واسعة وفضفاضة. وإذا كان كالمستطيل، فاختاري فستانا يعمل على إبراز خصرك أو مع حزام على الخصر لكسر شكل المستطيل. المعلومات مفيدة، البساطة هي الجمال دائما، وكمان حلو الواحد يختار الشيء اللي يناسبه، يعني ما أروح للموضة يمكن ما تناسبني هذه الموضة، فحلو الواحد يختار الشيء اللي يناسبه، يكون دارس للألوان المناسبة لبشرته والألوان المناسبة أو الموديلات المناسبة لقصة أو شكل الجسم يعني. فالواحد مع المتابعة بيتعلم أكثر، ودائما دائما البساطة هي أهم شيء في الجمال. فاصل أخير ونتابع بعده باقي فقرات سيدتي. سيدتي بعد الفاصل، لوكس للجمال يكتشف مواهب وينميها. أهلا بكم. وجدت 6 متسابقات من جدة في مجال تصميم الأزياء في صفحة لوكس على الفيسبوك ظلتهم المنشودة في إرسال ابتكاراتهم وإبداعاتهم في مجال تصميم الأزياء، والتي أطلقتها لوكس جاليري للجمال. هذا التوجه يأتي في إطار السعي الدائم من لوكس لاكتشاف المواهب وتنميتها. التفاصيل مع زميلاتي، وكمان لازم ننوه أنه في جائزة بقيمة 100,000 ريال لفتاتين من اللي حيكسبوا، والأهم أنه موهبتهم تطلع للشاشة ويقدروا يعملوا مشاريع ليهم. خلي زميلاتي طبعا من استوديو جدة يتناقشوا في الحوار. مساء الخير. مساء الخير لك يا هبة مرة أخرى، وبالفعل كما ذكرتي، وأنا يعني أجد أنه ده شيء جميل أنه الإنسان يجد فرصة ليبرز فيها مواهبه. ممكن في كثير من الفتيات والشباب عندهم مواهب مدفونة، ما هم يعني محصلين الفرصة المناسبة اللي تبرزهم وتخليهم ينجحوا أكثر وأكثر. احنا عموما مشاهدينا الكرام عندنا اثنين من المتسابقات الستة السعوديات في هذا أو هذه المسابقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الأولى، تفضلي حضرتك. اسمي هبة نبيل، متسابقة في مسابقة لوكس، مشاركة في مسابقة لوكس ومتسابقة. هبة تفضلي. دينا محمد، برضه متسابقة ومشاركة. أهلا وسهلا فيكم. طبعا أنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وكل فريق العمل بالتأكيد يتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. أولا أنا حابة أعرف من هبة، أنت هبة إيش اللي بتقدميه؟ إيش يعني الشخصية اللي بتحاول تقدميها في هذه المسابقة؟ أنا بحاول أقدم الشخصية الغامضة. بنسوي فستان على أساس هذه الشخصية، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون مظبوط يعني. إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لك يا دينا؟ أنا اخترت الشخصية الناعمة، وبنفذ الفستان على أساسها. طبعا هي كل شخصية مكتوب فيها إنه إيش تحب وإيش ما تحب وكده،
فاحنا بناخذ دي الشخصيه وبنصمم على اساسها. تمام. انا حابه بس انه يعني عشان يشاركونا كمان خلود المشاهدين في نفهم انت ليش سالتي عن الشخصيه، انه لوكس عندهم 6 شخصيات المفروض ان هم يلتزموا بهم، 6 شخصيات منها الغامضه، منها الناعمه، منها الرقيقه، منها الانيقه، وانتم المفروض اللي يعني اول المتسابقات المفروض ان هم يصمموا فساتين لكل شخصيه. انت طبعا جهان عندك فكره اوسع الموضوع لانك انت احد اعضاء لجنه التحكيم في هذه المسابقه. ان شاء الله. ان شاء الله. لا كل التوفيق ان شاء الله. انا بس ابغى ابتدي مع هبه. اسالك هبه، انت ليش اخترتي، يعني ليش تحمستي لهذه المسابقه؟ بداية أنا عرفت عن طريق الفيسبوك، دخلت عن طريق الفيسبوك ولقيت المسابقة. ليه دخلتي يعني بداية، ليش دخلتي أصلا الويب سايت حق لوكس؟ أنا معمول عليها لايك عندي موجودة يعني ف... وأنا جالسة على الفيسبوك طلعت لي في الصفحة الرئيسية وحبيت، يعني هذا حلم حياتي إنه شيء أنا أكون ديزاينر يعني. ودينا أنا هي جات يعني معايا صدفة، بس ضبطت الصدفة. كيف؟ إنه بنت خالتي أخذت بوستر وكذا وقعدت تزن عليه إنه إلا اشتركي. عشان هي عارفة إنه أنت عندك يعني. أيوه لأني أنا أصلاً دارسة فاشن ديزاين. أوكي. فرسلت بالصدفة والحمد لله فجأة لقيت نفسي ده، فمرة مرة انبسطت. أنا شيء يعني مبسوطة فيه بنفس الوقت إن أنا يعني نفسي أكون زيكم، عارفة كل الموضوع وتفاصيله. فأنتوا بالتأكيد عارفين المراحل اللي أنتوا مريتوا فيها، طبعاً جهان وهبة ودينا، فأنا حابة أعرف منكم المراحل اللي أنتوا مريتوا فيها من خلال هذه المسابقة. خلود، البنات يعني ما شاء الله تصفية من آلاف، يعني في آلاف المتسابقات دخلوا المسابقة، بعدين من الآلاف هذول صارت تصفيات، صاروا 50، صاروا 20، بعدين صاروا 6، والآن البنات من ضمن كمان 6. إحساس قوي إنه هم يوصلوا للمرحلة دي. صحيح. يعني أنتوا وصلتوا مرحلة جدا متقدمة. صحيح. أكيد مريتوا في أشياء كثيرة، أنا حابة أعرف منكم زي ما تفضلت جهان وذكرت، حابة أعرف منكم كمان إيش كان في تفاصيل مريتوا فيها. إحنا في البداية أنا لما اشتركت في المسابقة ما صدقت أصلاً لما كلموني، أبداً ما صدقت، يعني ما أعرف شيء إنه يعني من جد أنا فزت. لا دحين سعيدة. لا يعني ما أنسى عمري والله، إنه يعني شيء حلم بالنسبة لي. الحمد لله. أول شيء أنا الصراحة ما حسيت بجدية المسابقة غير لما أسوي الميتنج حق لوكس في ليبرا بوتيك. الوركشوب. أيوة الوركشوب، لما أسوي فجأة شوف جهان العنود، يعني حسيت من جد ان الموضوع انه حقيقي، مسابقه حقيقيه ما بنمزح يعني. فذيك اللحظه لا انبسطت مره يعني. طيب انا يعني ابغى يعني اسالكم يمكن اكثر على هذا، وهذا يهمني انا كمان صراحه، يعني قديش هذه في ورشه العمل ساعدوكم، ساعدناكم احنا الحكام ساعدوكم، انا بطالة ساعدوكم. ما شاء الله العنود البدر مرة يعني تحس يعني زوجها حلو وكذا، وساعدتنا مرة في أشياء كثير، يعني كان في أشياء ممكن أنا بتخيلها شيء بس هي قالت لي لا لو سويناها ممكن كذا، ودتني كم فكرة أنه عجبوني، قعدت من جد أفكر فيها وطورت عليها. وأنت طبعا لما تكلمتي معنا عن كيف حنلقي وكيف نتكلم مدري إيش، طبعا هذا الشيء برضو ساعدنا لأنه ما عمرنا طلعنا في التلفزيون. هبة، حسيتي فعلا أنه هذه ورشة العمل ساعدتك في شيء؟ أنا بالنسبة لي ساعدتني مرة كثير، إنه خلال جلستي مع العنود البدر ومع رنا إسماعيل ومع حضرتك، إنه أخذت نصايح مرة كثير، أشياء أنا ما كنت عارفتها، فيعني حسيت إنه أنا استفدت مرة كثير. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق. خلود، عندك كلمه للبنات؟ احنا لازم والله انا كلمتي شيء بسيط ما حطول عليكم، بس إنه بمنتهى البساطة إذا عندكم الطموح وعندكم الإصرار وعندكم الموهبة وأنتم عارفين موهبتكم كويس وعارفين قدرها، استمروا. عندكم فرصة كثير، تذكروا حاجة واحدة أنه كثير من الناس ما وصلوا أو ما جاتهم الفرصة دي. ما جاتهم الفرصة دي، كثير من الناس بيتمنوها، فأنا أتمنى لكم التوفيق، اشتغلوا على نفسكم ربي يوفقكم. يعني حتى لو ما فازوا خلود أوريدي يعني ما شاء الله يعني قعدوا مع مصممات وحيقعدوا إن شاء الله كمان مع عبد محفوظ. ممكن بكرة هم يصيروا يقعدوا.
مع الناس اللي داخلين المسابقة. بس هو حياخذنا لسه قليل. نتمنى التخصص نتمنى كل التوفيق ان شاء الله. يوم السبت انا حقابلكم باذن الله في دبي ان شاء الله. باذن الله مشاهدينا انا بذكركم مره اخرى بمسابقه لوكس جاليري للجمال. بليز صوتوا لمصممتكم المفضلة عشان تساعدوها أنها تكسب 100,000 ريال سعودي. هذا فاصل ولا حننتقل على دبي؟ أنا سيريسي ما أعرف. لا ما حنروح فاصل. احنا قلت انه فاصل خلاص ما حنروح ليها صراحة فقرة يعني مميزة. سامعك يا جيهان. هبة أبغى أسألك إيش رأيك في المسابقة ككل؟ والآن يعني خلاص صرنا مرة اقتربنا من المرحلة النهائية ودحين يمكن أول مرة تشوفي عينة من المتسابقات. صراحة خليني بس أقول حاجة. فقرة مفيدة ومميزة لأنه في كثير من المواهب السعودية عندنا في مجال تصميم الأزياء. يعني أنا إعلامية ودرست في إيطاليا وفي لندن دورات في تصميم الأزياء، اشتغلت فترة فيها، الآن يمكن مندمجة أكثر في عملي الإعلامي، لكن لاحظت أنه في كثير من الفتيات عندهم رغبة يدخلوا في مجال تصميم الأزياء، سواء في العبايات، سواء في فساتين السهرة، في البريتا بورتي، في الأوت كوتور، في كل مجالات الأزياء عندهم المواهب، حتى في الأكسسوارات، بس مو لاقيين الدعم. وللأسف يعني في عندنا بعض المعاهد في السعودية حتى عددها قليل اللي بتعلم مجال تصميم الأزياء باحترافية، يمكن حتى مش بالاحترافية الكبيرة، يعني عدد قليل ومبالغ خيالية، يعني باستثناء المعهد، يعني بس يمكن باستثناء المعهد التقني يعني، لكن في بعض المعاهد الثانية الخاصة مبالغ خيالية وحتى ريت المنهج كويس. فأنا أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى أنه هذا المبلغ يستفيدوا منه في مشاريع ليهم وفي نفس الوقت يكملوا في هذا المجال، لأنه دائما هذه المسابقات بتطلع نماذج جميلة بس أوقات ما بنتابع لهم خطوات للأمام، فإن شاء الله هم يكملوا في هذا المجال ونشوفهم مصممات كبار. طبعا الآن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها وسامحونا إذا قصرنا في أي شيء. موعدنا بيتجدد كل يوم الساعة 5 بتوقيت السعودية. إلى اللقاء.